لاباس، كنتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اول حاجه غنقول لكم الوضع عندنا هو راه الحالات، المهم الحالات تاع هذا الفيروس وهذا الشيء راه غاديه كتزاد، ولكن الحمد لله حنايا شادين، المهم جالسين في البيوت تاعنا ما كنخرجوش. المهم الحمد لله، غير الدعاء الدعاء البنات، وان شاء الله ربي ما غاديش ربي غادي يصرف علينا هذا الوباء هذا. اش بغيت نقول لكم البنات، الفيديو تاع اليوم غيكون التتمه تاع الفيديو اللي خاص بالشعر. غادي نهضروا على واحد العمليه اللي سميتها البي ار بي. هذا البي ار بي غادي نحط واحد الفيديو هنايا مصغر باش تشوفوا كيفاش تدوز العمليه. المهم غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد البنات اللي عندهم تساقط حاد، يعني في هذه المنطقه هذه اغلبيه تكون عندهم هذه المنطقه هذه، كيكون عندهم فراغات، فكتقول لك انا درت الثومه ودرت الوصفه الطبيعيه ودرت العصير تاع البصله، منهم انا نيت لحقاش العام اللي فات عانيت من تساقط حاد تاع الشعر. فاش غادي نقول لكم هذه الوصفه الطبيعيه راه ما غينفعوا معكم حتى حاجه، يعني اللي عندها تساقط حاد بلا ما دير وصفه طبيعيه لحقاش راه ما غاديش تفيدك، غادي تفيدك ويني واحد النسبه قليله ماشي بزاف. الوصفه الطبيعيه غنخليوهم للبنات، خليوهم للبنات اللي عندهم الشعر قوي وباغين يغديوه وباغين يتهلاو فيه، فهذوك يديروا الوصفه الطبيعيه اكيد. المهم البنات اللي كيعانيو من تساقط حاد يديروا العمليه تاع البي ار بي. هاد البي ار بي غتقولوا لي الاغلبيه غيقول لي واش نتيا يلا عرفتي بان كاينه عمليه سميتها البي ار بي. البي ار بي كاينه وشحال هذا، انا اللي جيت نوضح اليوم هو ان غادي نشرحها، غادي نبسطها في الشرح وغادي نقول لكم فين كدار وبارخص ثمن. المهم هاد البي ار بي كياخذوا منك عينه تاع الدم تاعك، يعني غير الدم تاعك، ما كاينش شي حاجه داخله ولا شي حاجه من، يعني غير من الدم تاعك كياخذوا لك عينه بالابره كيحطوها في واحد الماكينه كيعزلوا منها البياسترينه او داك الجل الابيض، هو اللي كياخذوه في ابره وكيديروا لك في المنطقه اللي عندك فيها فراغات. كنتمنى نكون واضحه في الشرح تاعي. صافي هادشي هو اللي كاين، العمليه بسيطه جدا جدا وما كتحسوا لا بالام لا حتى حاجه لحقاش غير ابره ورقيوقه، كتحسوا غير بوخز بحال هكا، راه ماشي كيشرطوا لك شعرك ولا لا، غير ابره وكيوزعوها لك على الشعر تاعك، هذاك الجل تاع الدم تاعك كيديروه لك في المنطقه اللي عندك فيها فراغات. هادشي هو اللي كاين. بالنسبه للثمن انا درت عليها بحث هنايا في ايطاليا، فلقيتها كدار في ميلانو وكدار ب 800 اورو، هي عباره على ثلاثه الحصات، خاصك ديري ثلاثه الحصات. 800 اورو غتقولوا لي غاليه، ايه فعلا غاليه، واش جامي يديك حتى تا ميلانو وترجعي لهنا ثلاثه المرات صعيبه، حتى انا جاتني صعيبه. فاشنو كاين فاش مشيت للمغرب سولت عليها عند طبيب اخصائي تاع الجلد، قلت ليه واش كديروا كديروا البي ار بي هنايا، قال لي اه كنديروه في مدينه بني ملال كاين تتدار هذه العمليه. المهم في اي مدينه نتوما سيروا سولوا طبيب اخصائي تاع الجلد. المهم البنات فاش سولتو على الثمن قال لي ثلاثه الحصات 150 اورو، يعني 30000 ريال. شوفوا الفرق من 800 اورو حتى 150 اورو، يعني راه الفرق واسع ورخيصه في المغرب. واللي بغات تعالج الشعر تاعها، اللي بغات تعالج، تنقول تعالج ماشي هذا لحقاش تيتسمى علاج، تعالج الشعر تاعها فراها في المغرب رخيصه رخيصه، يعني كل حصه ب 50 اورو او لا 10000 ريال، يعني غطلع لك ثلاثه الحصات 150 اورو. غير هو ديو معاكم الوقت الكافي، ديو شهر ونص، علاش لحقاش كدير 15 يوم تدير الحصه الاولى وتسناي 15 يوم ودير الحصه الثانيه وتسناي 15 يوم ودير الحصه الثالثه، يعني ديو معاكم الوقت الا بغيتوا ديروا هذه العمليه. انا كنهضر على كل شيء، يعني كاع البنات لحقاش هنا في ايطاليا راه غاليه غاليه بزاف، 800 اورو راه صعيبه غاليه، وعاد زيد الترونسبور حتى لميلانو، شكون اللي بغى يديك اصلا لميلانو؟ انا
هنا راه صعيبه. هاد العمليه راه تيديروها النساء والرجال، ماشي غير النساء بوحدهم، كديروا النساء والرجال اللي تيعانيوا من فراغات في الشعر. وش غنقول لكم، مهم كنتمنى انني نكون شرحت لكم اشنو كاين ونصحتكم، وهاد النصيحه تفيدكم. واللي عجبو الفيديو يدير اكيد لايك وفعل الجرس الا كانت عندك شي حاجه ما واضحاش او لا ما وضحتش لكم شي حاجه، فكتبوها في التعليق او لا دخلوا لمواقع التواصل وكتبوا PRP غتخرج لكم العمليه والشرح تاعها. انا اصلا غادي نخلي لكم هنايا الفيديو كيفاش كتدير، فراها سهله وما عندها حتى اضرار جانبيه وما عندها ما عندكم مناش تخافوا، والنتيجه رائعه، النتيجه رائعه. في الحصه الثانيه دابا غديروا الحصه الاولى، والحصه الثانيه غادي تلقاي الشعر تاعك جاي كينبت، غادي تلقاي الشعر تاعك بدا كينبت، يعني راه زوينه والصراحه ومجربه. كنتمنى نكون فدتكم يعني راه اي حاجه كنحطها يعني وانا مجرباها، ما غاديش نحطها وانا ما مجرباهاش، اكيد رانا مجرباها. وكاع الفيديوهات اللي كنحط رانا مجرباهم في داري وفي راسي، يعني ما كنجيش وكنحط الحاجه غير هكا نجيب شي حاجه من الخيال تاعي ونبدا نحط فيها، لا. فكنتمنى هاد لا فيديو ما يكونش طويل، يكون خفيف ظريف عليكم، ويكون انا خفيفه ظريف عليكم ماشي الفيديو الفيديو ماشي ان شاء الله. باي باي عليكم، كنتمنى لايك 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 لايك، ودخلوا للقناة اللي باقي ما تسجلش، ادخل القناة ينضم للعائلة تاع هند كيوت، وفيديو ماجي ان شاء الله. باي باي عليكم.